طيب جميد الجينيسيس اللي هو تكوين الأمشاج الجاميتس اللي هي البويضة والحيوان المنوي. برموي ذا جيرم سيلز أبير إن ذا وول أوف ذا أوكساك إن ذا فورث ويك، بتظهر في الأوكساك في الأسبوع الرابع. مايجريت تو ذا جونات، تروح للجونات الضغط التناسلية. In preparation for fertilization, both male and female germ cells undergo gametogenesis. لتجهيز للتخصيب fertilization يعني تخصيب. Both the male and female, the male and female germ cells undergo gametogenesis. تكوين أمشاج. Which include meiosis واللي هي mitosis. Okay. الميوزيس homologous chromosomes bear an exchange genetic material. في الميوزيس بيقوم بيحصل أول حاجة doubling. ميوزيس 1 اللي يحصل doubling للـ DNA، يحصل doubling للـ genetic material اللي هي الـ DNA. During meiosis 2 cells fail to replicate the DNA، ما تقدر الخلايا تقسم الـ DNA. Each cell is failed to replicate the DNA. قلنا each cell is thus provided with a haploid number of chromosome. فكل خلية بيكون فيها haploid number يعني العدد الفردي أو نصف العدد haploid number، نصف العدد half of the amount of DNA of normal somatic cells. الخلية الطبيعية فيها 64 46 هي بيكون فيها 23. Okay. الماتيور ميل عنده 22 بلس واي او 22 بلس اكس كروموسوم. الميل طبعا اي ميل عنده 46 اكس واي، الاكس واي دي اللي هي الكروموسومات حقت الجنس تحدد نوع الجنين. اذا اكس اكس معناها فيميل، واذا اكس واي معناها ميل. فلما يتقسم يتقسم في الميل واحده حتى 22 فيهم زائد اكس و22 معاهم الواي، ان هي 64 كلها توتال اللي هي 44XY 44XY. اوكي فيميل جاميتس هاف 22 بلس اكس كروموسوم. الفيميل كلها حاجتها XX كلها اكسات، فهما الجاميتس بتاعتها 22 بلس اكس كروموسومز. بيرس ديفكت ماي ارايز ثرو ابنورماليتيز ان كروموسوم، يعني طيب لما تحصل في مشاكل في الولاده عند الولاده، يا اما في مشكلة في العدد بتاع الكروموسومات، مثلا المنغوليين بدل يكون عندهم 46 يكون عندهم 47 يزيد واحد. كروموسوم استراكشر شكل الكروموسوم نفسه. السنجل جين ميوتيشن يعني الجين قاعد في حتة حصل لهم ميوتيشن لأذر بليس، سنجل جين ميوتيشن. approximately 70% of major birth defect are a result of chromosome abnormality. تقريبا 7% من مشاكل بتاعت الولادة عبارة عن عيوب في الكروموسومات. ان 8% result of gene mutation، عبارة عن جين ميوتيشن 8%. ترايموسومز ان اكسترا كروموسوم ان مونوسوم. ترايسومي اللي هم زي المنغوليين يعني في كروموسوم زايد، لما اقول تراي اوسومي تراي يعني ثلاثة 47. ان مونوسومي loss of كروموسوم، فهتبقى كم اصلا؟ هو المفروض 46 لما ينقص واحد حيصير 45. arise during mitosis or meiosis. during meiosis تحصل during meiosis homologous chromosome normally bear and then separate. في الميوزيس الكروموسومات تتدبل تكون الضعف بعدين تفترق. however if separation fails يعني لو انه المفروض هي اتدبلت اتضاعفت فالمفروض تنفصل بعد كده، لكن لو ما قدرت تنفصل فيل نون ديسجنكشن وان سيل ريسيف تو ماني كروموسوم ان وان ريسيف تو فيو، يعني حيكون شنو لو ما قدرت تنفصل؟ اتقسمت والمفروض تنفصل بعد كده، واحده من الخلايا بتكون اخذت الكروموسومات زياده والثانيه اخذت كروموسومات اقل. The incidence of abnormality of chromosome number increase. المشاكل بتاعت الكروموسومات دي increase with age of the mother. كل ما المرأة تكبر في السن كل ما المشاكل العيوب بتاع الكروموسومات إنها ما تقدر تنفصل، يحصل non-disjunction يعني non-disjunction عدم الانفصال عنده علاقة بزيادة العمر.
particularly with mother age for 35 years and older. الأم لو كانت أكبر من 35 سنة كروموسومها ما تقدر تنفصل بسهولة، عشان كده دايما الأكثر من 35 بيحصل لهم داون سندروم. مقولوين structure abnormality of chromosome، الكروموسوم نفسه فيه مشكلة. مثلا يكون في لارج ديليشن، يعني في حتة مجرومة أو مكسومة منه ما فيش، زي الكرايتو كات سندروم. شيء اسمه كرايتو كات سندروم يكون فيها لارج ديليشن، يعني ديليشن يعني في قسمة قطعة ما فيش، مايكرو ديليشن قطعة صغيرة ما فيش، لو في قطعة صغيرة اسمها مايكرو ديليشن. طيب اللارج ديليشن معاها الكرايتو كات سندروم. المايكرو ديليشن عندي سندرومين، واحدة أنجلمان، أنجلمان ده الملاك، ودي يعني دايما بيغيظوا بيها الستات يعني النساء، بيقولوا يعني بيجي ملاك ليه؟ لأنه حق الأم الجزء الكروموسوم حق الأم ما فيش، ماتيرنال ديليشن الجزء حق الأم في الكروموسوم رقم 15 كيو دي و 15 كيو 11 و 15 كيو 13 دي مش موجود حق المزر، فصار انجل مان سندروم. بيكون كده انسان حبوب كده وكانه دانسينج، لانه هو بيكون عنده اهتزاز كده في جسمه. ده حق الانجل مان سندروم. برادل ويلي سندروم، برادل ويلي بيكون عندهم باتيرنال ديليشن، بيكون حق الاب بيكون حاصل فيه ايش؟ بيكون فيه ديليشن، بيكون عندهم 15 كيو 11 15 كيو 13 15 كيو 11 15 كيو 13 ده الباترنال ديليشن اللي هما البراتر ويلي سندروم. الجين ميوتيشن، جين ميوتيشن طيب الجين نفسه يكون يعني اختلف يحصل فيه تغيير، يا اما يكون شيء دوميننت. يعني ايش دوميننت؟ دوميننت يعني سائد، يعني واحده بس جينا بس واحده لو كانت متوفره تخلي اللي يجي الطفل الافكتد بيحصل فيه المشكله دي، او ريسيسيف متنحي ده محتاج له لاثنين جينات بير بتاع جينات عشان يصير فيه الاعراض والعلامات بتاعت مثلا الجين مشكله الجين ده. فنقرأ من الاول جين ميوتيشن، يا يعني إما دوميننت يعني سائد، دوميننت سائد only one gene of an allelic pair، لو في واحد من الجينات ديل has to be affected to produce an alteration عشان يسبب تغيير، one gene بس يكفي. recessive سلبي، both allelic gene pairs must be mutated، لازم الاثنين جينات يكون مصابين. mutation responsible for many pairs defect، الميوتيشن دي اللي هي تتغير الجينات ده مسؤول من كثير مشاكل عيوب في الولادة. affect genes involved in normal embryological development، بيكون أحيانا النمو الجنيني طبيعي بس يحصل تغييرات فيه ما بعد. طيب morphological change during maturation of the gametes، نعملها في حلقة تانية ونعمل ديها كده عن الجين mutation و birth defect.